تسجيل صوتي من برنامج عالصبحية من راديو هلا عالصبحية. طيب أنا بدي أشكر شكر كتير كبير المقدم عامر السرطاوي الناطق الإعلامي باسم الأمن العام اللي دائما هو متعاون معنا ومع كل وسائل الإعلام. حقيقة شخصية رائعة راقية جدا ومثقف وطريقة أسلوب حكيه أيضا جدا راقي. فكل الاحترام للمقدم عامر السرطاوي اللي أخذنا منه الجواب كيف كان لازم يكون التصرف القانوني الصحيح في حال أنا كنت ماشي وشفت واحد مرمي على الأرض مغمى عليه ما حدا مساعده ولا مقرب منه. بنسمع. صباح الخير جميعا. صباح الخير نسرين. الموضوع اللي تم طرحه اليوم هو موضوع بسيط، إجابته بسيطة ببساطة. لبي واجبك الإنساني مهما كان، شخص بحاجة لمساعدة لابد من مساعدته، وبأضعف الإيمان مساعدته بالاتصال على 911. بلغ شو بتقدر تقدم مساعدة لهذا الشخص، لأنه قد يكون روحه حياته معلقة في الإجراء اللي راح تعمله مباشرة. وبعض الروايات اللي بتقول لك أنه ممكن نجرب سين وجي، ممكن هو يكون، تأكدوا أنه عندنا القدرة الكافية على التحقيق لنصل للحقيقة. قد نضطر للاستماع لأقواله، لكن هذا لا يعني أنه رح يصير متهم نهائي. وأكثر الحالات اللي ممكن تصير في الموضوع هذا حالات الدهس. حالات الدهس في معظمها في مخطط كروكي، في علامة على السيارة تتوافق مع الحادث أو لا. فأول شيء لبي واجبك الإنساني، احمي حياة هالشخص، وبعدين كن على ثقة إنه إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم في التحقيق. واللي بيسوي واجب الإنساني بتحمل لو في بعض الأحيان احتجنا منه أقوال.